السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة وفيديو جديد مباشرة من مرجان. جيت نشارك معكم عروض ديال الدخول المدرسي نهاية العطلة الصيفية. كنتمنى تكونوا دوزتوها بخير وعلى خير. كما شفتوا بديت لكم بالمكاتب لان كانت تحت طلب بزاف ديال البنات بغاو يشوفوا الاثمنة ديال المكاتب ديال الدراسة سواء الطلبة او الوليدات الصغار. بدينا بهذا البيرو هذا اللي الثمن ديالو 759 درهم. كما تتشوفوا حاطه لكم باك سكول، يعني ما بقى والو بالسلامه هنا. كذلك هذا الموديل هذا اللي صراحه زوين وراقي جدا، وكما تتشوفوا ما غيشدش بلاصه بزاف لان ما فيهش العرض، فيه الطول، والثمن ديالو 1299 درهم. كما تشوف فيه واحد المجهر والرجيلات ديال الحديد. اما بالنسبه لهذا فهما دايرين فيه واحد الثمن اللي هو زوين 899 درهم، هذا بلا كرسي البنات. اما بالنسبه للكراسة كاين هاد اللون الغوز، كاين الصفار، كاين الزرق، على حسب اللون اللي بغيتو. الثمن ديال الكرسي 449 درهم. كنتمنى الى عجبكم الفيديو، كنتم من الناس الجداد مرحبا، كنتم من الناس الاوفياء اللي يخطيكم. نكملوا الفيديو مع هاد لي لانش بوكس اللي كما تشوفوا الوينات مختلفين، وصراحه التوب ديالهم يتصبن ويتعاود، والثمن ديالهم كما غادي دائما نشارك معكم الثمن 99 درهم. اما بالنسبه لهاد لي كاختاب اللي دايرين هنا دايرينهم في ليكيداسيون، كاختاب بنات وبنيات ووليدات كبار وصغار، يعني استعملوهم. كاينين اللي كاختاب الاحجام الصغيره اللي يستعملوهم من مستوى ابتدائي، وكاينين اللي كاختاب الاحجام كبيره اللي يستعملوهم حتى المستوى ديال الكوليج او الاعدادي. والثمن ديالهم كما تشوفوا 79 درهم. صراحه دايرين واحد التخفيضات زوينه في هاد الحويجات ديال المدارس. من الى جانب كذلك هاد الشكيرات ديال الكوتي بالنسبه للوليدات الصغار البنيات، كاينين اللوينات هكا صغير، اللوينات ديال البنيات والوليدات في هكا حتى ديال الصغير، ورين كاع اللي الله دايرين لابتيت هكا في الشويبه، في الصومو، في الغوز. والثمن ديالهم حتى هما 99 درهم. نرجع لكم المستلزم هاد ديال المكاتب، وهما هاد الخزانه هذه الصغيره جدا ولكن راه عمليه 399. بيوريات ديال الوليدات الصغار او البنيات حتى هما شكل جديد، الثمن ديالهم 759 درهم. اما بالنسبه لهاد القريعات ولي لانش بوكس فهما دايرين لهم 15 درهم، بحال هادو اللي فيهم جوج طبقات مع معلقه بلاستيك وشوكه او فرشيطه، دايرين لهم فهاد اللوينات مبهجين. والقريعات المات تا هما دايرين لهم 15 درهم. المهم مرجانة راهي تترحب بكم انكم تجيو تقداو مستلزمات الدراسه، حاطين الكتب، حاطين الشكاير، حاطين كل حاجه بغيتوها بالنسبه للوازم ومستلزمات الدراسه غادي تلقاوها في مرجان. الى جانب ضروري نمشي لكم للغيون ديال المعن، ضروري هذه باللي الله يعفو عنا منها. هاد المنظمات دايرينهم 24 درهم، هادو اللي هكا متقبين. اما هاد الطوليين هادو صراحه هادو زوينين، ما تيشدوش بلاصه بزاف في الثلاجه، 49 درهم. هاد الشبيكات جداد حاطينهم هادو، يمكن ديرهم الديسير، يمكن تغسلي فيهم خضره، 34 درهم. حاطينهم بهاد اللوينات هادو، هاد الكاميل، هاد الخضيبر والكحل. بالنسبه لهاد الكيسان كذلك ديال العصير فهما دايرين 6 في الكارطونه، دايرين الثمن ديالهم 49 درهم هي 59. اما بالنسبه لهاد الكويسات ديال اتاي فهما صراحه جايبينهم مشكلين، اللوينات اللي حبيتي خديهم. كذلك اللي ما بغاش اللوينات كاين هاد الشكل هذا اللي بلارجونتي، وكاين بالدوغي. هاد الشكل صراحه زويون، كنتمنى فقط ما يطيرش هذاك البريو او هذاك الصقلي ديالهم. الناس اللي جربوهم وفايت مداوهم ينفعونا ويخليو لنا تعاليق هكا باش نستافدو جميع. كيسان 99 درهم خاصتين، يعني 100 درهم. اما بالنسبه لباسكيت بالنسبه للوليدات ولا البنيات 229 درهم. كاين هذا الموديل هذا كذلك موديل بالنسبه للبنيات في هذا الغوز مغلوقه وفوشيا، وهذا الغوز خفيف. بالنسبه للوليدات حتى هما دايرين لهم هذا الموديل هذا اللي هو ما بين الشويبه والبلو، الشويبه والزرق،
الى جانب كذلك واحد اللون اللي هو حاطينه جديد هكا، هذا يتلبس بنات اولاد ولكن تيمشي بنات بزاف، هذا تيمشي بنات بزاف هذا اللون كما تشوفوا كذلك، هذا 249 درهم حتى هو. اما الموديل ديال الوليدات اللي صراحه زويون ما تقيلش، هي تبان لكم بهذيك الكومه راه تقيل، هو راه ما تقيل راه خفيف، والثمن 299 درهم. هاد السبرديلات زوينين وخفافين ديال اللبس ديال كل نهار، يجيو مع الجينات، يجيو مع كسيوات، مع صايات، مع لي شورت، مع كل شيء، 299 درهم. اما بالنسبه لهادو فهما دايرين فيهم واحد التخفيض اللي هو زوين بالنسبه هكا اللي بغيت يتمشى بيهم، اللي بغيت يدير بيهم سبور، اللي بغيت يدير بيهم لا مارش، فهما دايرين ليهم كما شفتو، دايرين فيهم واحد الثمن اللي هو زوين 159 درهم. كاين كذلك مبين لك كيداسيون اللي حاطه مرجان، هو هاد الطبيصلات هادو من 5 دراهم، 8 دراهم، 5، 7، 8، 11 درهم، 12 درهم، 14 درهم، حتى 25 درهم. يعني التبصيل صغير تيبدا من 5 دراهم. كاين عروض كثيره في هاد الشكيلات ديال التباصل، لا اللي بغى الشكل ابيض وزرق ولا اللي بغى ابيض بوحدو، فهم حاطين كذلك زليفات، من زليفه صغيره حتى الزليفه الكبيره. الكبيره كدير 14 درهم والصغيره كدير 5 دراهم. هنا كذلك هاد التباصل حتى هما دايرين كما تشوفوا 12 درهم. صراحه اللي بغى ياخذ السيرفيس كامل راه كاين باقي تبارك الله العرض باقي كثير، والكميه كاينه كثيره. بالنسبه لهاد الباسينات او هاد البانيويات فهما 5 ديال البانيويات في الخضر، في الاحمر، في الموف، هادو هما الاول اللي كاينين. الباسينات كيلقوا بزاف في الكوزينه وكنحتاجوهم بزاف، هي ما نكثروا شي بزاف من هاد الشيء. كنتمنى الا كنتو اول مره كتشوفوا هاد القناه او الناس الجداد اللي تصادفوا معاها، اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وإلا كنتو من الناس المتتبعين ومتتبعات الأوفياء والوفيات فنقول لكم مرحبا بكم، وانا لي خطيكم عليا. هاد الباسينات هي 19 درهم تيبقاو 15 درهم. اما بالنسبه لهاد المنظمات او هاد العلب البلاستيكيه فهما جابوا لون اخر عوض هاد الزرق، جابوا هاد الذهبي هذا اللي مصورين فيه الفواكه اليابسه، حتى هما تيتباعوا كما تشوفوا 3 ديال لي بول ب7.95 درهم. ونزيدكم كذلك من بين العروض ديال ليكيداسيون هما هاد الطباصل اللي تيجيو هكا غارقين بحال شي قصيريه صغيره، صراحه زوينين ديال باسيون، دايرين ليهم 29 درهم. اما بالنسبه لهاد الباسينات هما اللي هما حاضرين وبقوه في اي وقت في اي جميع الاعياد جميع المناسبات، الثمن ديالهم 40 درهم، 39.95. كاينين في اللوينات. نرجع لكم كذلك المستلزمات الدراسه، هاد لي لانشبوك ديال الوليدات، هاد الحقيبه هذه فيها علبه وفيها قريعه ديال الماء، هذا الشكل هذا بالنسبه للدراري او الذكور، الثمن ديالهم 79 درهم. اما بالنسبه لهادو اللي دايرين بحال شكل امتخوص ولكن هي راه لانش بوكس، الثمن ديالهم هادو بوحدهم كما تشوفوا ما فيهم لا علبه لا والو، هادو كيديروا 79 بوحدهم. مكاتب، خزانات، اشكال متفاوته، واثمنه كذلك متفاوته.